السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ما هو الجديد في المزرعة. إذا غادي نقدم لكم فيديوهات جديدة على هذا الشكل هذا. يبقى الموضوع مبهم، وانتم إلى عجبكم الموضوع ذكروا لي في التعليقات. إذا غنشوفوا إن شاء الله اليوم شنو هو الجديد في المزرعة. إذن كيف قمنا بزرع الويزة والمليسة، وزرعنا كذلك الورد البلدي والجوري، وزرعنا كذلك الرمان من البذور. كتلاحظوا بأنه بدأت تخرج البراعم، وزرعت وقمت كذلك بزرع القبرداقوش وهو يتطور، وأسقيه يوميا يوميا كنقوم بالسقي. وهنا هنا زرعت فاكهة العشق، زرعتها من العقل. لاحظوا بأن العقلة بدأت تخرج، إذا زرعت فاكهة العشق من العقل. وهذه شجرة تين مزروعة من البذور، وهذه شجرة باباي. الحمد لله أنها تزداد، وأسقيها بمنشط نمو. وهذا العنب ينمو كذلك. هذه شجرة باباي لم تنتج بعد، وربما ستنتج في سنتها الثالثة، هذه السنة الثانية. وهذا البيبينو مزروع في أصيص. الخيزران نقوم بسقيه بمنشط نمو حتى يزداد عرض الخيزران، يزيد عرضه أكبر من هذا. فأسقيه بمنشط نمو هكذا يوميا تقريبا أقوم بسقيه. الخميرة البلدية درتها هنايا هنا، وضعتها طبعا وتركتها أستفيد منها. لاحظوا كيف يخرج الخيزران، كذلك يخرج من تحت الأرض. وهنا عندي فقاصة يوجد فيها كتاكيت صغيرة جدا كتاكيت من أنواع مختلفة، من الأسترالوب والسوسكس. هي إذا هذا لاحظوا أنه ربما ضعيف البنية. إذا أنا دائما آتي بفراخ صغيرة، الفراخ التي تتفقس تحت الدجاجة، أضع البيض تحت الدجاجة، وعندما تخرج آتي بها إلى الفقاسة. هنا تبقى أسبوع أو أسبوعين ثم أنقلها إلى مكان آخر، سأريكم المكان. هذا العملية كنقوم بها طبعا حتى أحمي الكتاكيت الصغيرة أو الصيصان من الفتك بسبب الحيوانات المفترسة مثل القنفذ. لاحظت بأن القنفذ يأكل الفراخ، وكذلك الطير الباز عندنا كثير يأكل
الفراخ الصغيرة أو الصيصان. هنا وضعت هنا أضع، لاحظوا الكتاكيت الصغيرة أضعها هنا. سأقوم بإشعال لمبة حتى تلاحظون جيدا. إذا لاحظوا قمت بإشعالها. هنا توجد أنواع مختلفة من الكتاكيت الصغيرة، بعضها صغير، إذا سأقوم بتوزيعها حسب الحجم. أضع لها ماء الخميرة البلدية هنا لتشرب منه. وهنا يوجد حجم أكبر. هذه ما دام أنها كبرت فطبعا لم أعد أضع لها التسخين أو الكهرباء. أغلبيتها سوداء للأندونيسي. وسأقوم طبعا بتفريقها لأنني لاحظت أن بعضها كبر أكبر أكثر من الآخر، فسأقوم بتفريقها على حسب الحجم. إذن غادي نعطيهم طبعا، سأمنحهم الأكل. إذا الصباح كنعطيهم حبوب وفي المساء أمنحهم الخضر. إذن غنعطيهم الآن الخضر. بقايا المطبخ أتركها حتى أعطيها للدجاج. يحبون طبعا بقايا المطبخ. هكذا إذا انتهينا وسأقدم فقط فيديوهات قصيرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.